كشفت القناة الثانية الإسرائيلية صورا تظهر قيام مستوطن من مستوطنة كريات أربع في الخليل بدهس الفلسطيني الذي طعن الأسبوع الماضي زوجة المستوطن. وأظهر الشريط المصور قيام السائق وهو زوج المستوطنة بدهس الفلسطيني وثم الرجوع عليه ودهسه ثانية، على الرغم من أن طواقم الإسعاف كانت تقوم بتقديم العلاج له بعد أن أطلق جندي النار عليه. ويقول مراسل الجزيرة أن الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة جراء هذا الحادث البشع. يا